ازيكم، انا اسمي بيرلي، والنهارده هتكلم معاكم عن الحلقه الثانيه بتاع Never Give Up. وانا عندي راجل قصته بيعلمنا ان لو انت كبير في السن او صغير ما تعملش giving up خالص. مين منكم بيحب كنتاكي؟ انا بحبه. تعرفوا مين اللي عمل كنتاكي ومين اللي بدأ يعمل كنتاكي؟ هارلان ساندرز اللي بدأ. هارلان ساندرز كان بيشتغل في أماكن كتير، وآخر مكان هو كان بيشتغل فيه كان في جاس ستيشن، وهو فكر إن هو يعمل مين للناس اللي جم في الجاس ستيشن، هو يعمل مكان كده عشان يأكلوا فيه. وفي 10 سنين الفراخ كانت حلوة قوي وبقى فيموس. بعدين بعد 10 سنين مشكلة حصلت، هما عملوا بيلدينج هاي واي قدام الكنتاكي تاون، وبقى طريق في عربيات بتعدي، ومفيش مكان يعملوا باركينج عشان يروحوا كنتاكي. وبعدين هارلان ساندرز خسر فلوس كتيرة قوي، وبقى بيعمل سيلينج للتشيكن بتاعه. تفتكروا هو عمل giving up؟ لا، he put on his funny little white suit وراح لعربيته، وقعد يلف 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 لأماكن عشان يبيع فكرته، والناس رفضوا الفكرة بتاعته 1009 times. ولما عملوا ال 1010 time it was the yes he wanted. تتخيلوا لو هو عمل giving up في 1008 time؟ مش هيبقى فيه chicken، ولا هيبقى فيه chicken لكن مش الchicken بتاعته. وبسبب that he didn't give up بقى عمل كنتاكي KFC اللي كلنا بنحبه دلوقتي. علشان كده هم حطوا الصورة بتاع هارلان ساندرز في KFC عشان هو اول واحد جاب الفكرة عشان يعمل كنتاكي، وبالرسبي بتاعه اللي مختلفة وديفرنت اللي محدش تاني بيعمله غير KFC. انا بحكي لك القصه دي النهارده علشان حتى لو انت كبير في السن او صغير في السن تبقى عندك دريم وتبقى تعرف تعملها زي هارلان ساندرز. لايك وفولو وشير الفيديو عشان انتوا بتشجعوني عشان اعمل مور فيديوز. شكرا عشان بتشوفوا الفيديوز بتاعي. باي.